بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة اللقاء الثالث أو الرابع بيني وبين الأستاذ أحمد سعد الحاوي، أشهر واحد وأحسن من طلع الصحراء عشان يصطاد تعابين في الدخلة. أستاذ أحمد أهلا بيك معنا. تسلم لي تسلم، انا طالع معاك النهارده بناء على طلب الناس ان هي عايزه تشوف تاني وتاني وتاني ان انت بتطلع ازاي تصطاد وازاي بتقص الاثر بتاع التعبان. ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم لي تسلم، دايما اهل كرم. إيه انت النهارده يعني واحنا اول ما جينا الحته دي فانت بتقول لي لا ده قريب. انا لسه شايف جرته والجو حلو يعني مش وحش، تمام؟ فانا زي ما تقول شامم ريحته. طب هو بينشط في الحر ولا في البرد عشان نبقى بينشط في الحر؟ في الحر يعني. لكن لو في يعني مثلا ايه نسمه هواء زي كده انا اشم ريحته، لو من بحري ولو هو من الناحيه دي انا اشم ريحته، تمام؟ ده بيبقى اكل مثلا يعني. ايوه هو ريحه جوف بتبقى فانت بتبقى عارف الدنيا مش فالدنيا بتبقى تمام معايا. تمام، طيب احنا نمشي. تمام بالك، وهو قريب في المنطقه، خلي بالك احنا هنتابع معاك، بس انت قول لنا نمشي ازاي عشان ايه. بس ورايا ايوه، انت المره اللي فاتت سبتني وجريت فاكر، ورحت تجيب التاني وانا طبعا يا اخوانا الدنيا حوالينا ظلام اهو، في نور بعيد. استاذ احمد ماشي، ادواته عباره عن تليفون، ايوه، استر. بقولها ملحوظه لاي حد يعني يمشي في الاماكن زي دي، تمام؟ هو فين بس عشان انا يعني هو ده في النفس، هو الحق شيء في النفس عشان احنا موجودين. انا لو يعني اتاخرنا عليه شويه هنيجي نلقى كله مدفون اهو، حضرتك كله مدفون. ثواني ثواني، تمام؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا اخوانا، احنا جينا بدري شويه على كده. لكن لو استاذ احمد الحاجات دي ملهاش كشافات طبعا تكشف ولا بتاع ولا اي حاجه، ما يظهرش الكشاف الصوري اللي هو بتاع العقارب ده، الحاجات دي ما بتظهرش معايا، تمام؟ ازاي؟ على فكره ده كبير قوي، انا هطلعه واوريك حجمه قد ايه؟ كبير جدا. لا حول ولا قوة الا بالله. اخوانا الحاجات دي مؤذية طبعا. ده برضك نفس النوعية اللي اصطدناه اللي هو ابو قرون. تمام، بص انا هخرجه لك دلوقتي. اه. اطلعه من مكانه. بص. واكل وشبعان. الدنيا معاه حلوه اهو. طيب انا بس يعني ايه محتاج ان انا اهو ماشي، متقلقش. لا ما انا مش قلقان. اخوانا اهو قرون اهي، تمام؟ و اهو لا انا بس انا مأمنه. بس اخوانا اهو، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا وعصب مش باين منه غير المنطقة دي بس. بالظبط. طب يعني كل ده كان مدفون. شوف 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 السمك قد إيه. ده طبعا بيصطاد ده. دي طالع ده اصطاد وداخل ورايح يصطاد عشان خلاص ده اتعشى على كده وهيروح ينام في حتة مش هيطلع السنة دي خالص. ده خلاص كده يعني ده الموسم بتاعه وخلاص كده أكل وراجع. قالوا فار مؤاخذة ولا بورس ولا أي حاجة بياكلوا وخلاص على كده. كده هناخده ونوديه نحطه في البطرمان عشان انا بص جاي حاف زي ما ما انا والحته العصايه دي بس وسد البطرمان هناك. طيب يلا بينا. بص يعني ده يعمل له قد ايه؟ متر ده متر تقريبا يا استاذ احمد صح؟ لا زياده عن 50 متر غالبا. الا بص حضرتك اخوانا الاستاذ احمد الحاوي بيقيس على دراعه. دراعه بيقيس على دراعه الراجل دراعه. الراجل بيستخدم كل الامكانيات المتاحه حواليه يعني. طبعا طب احنا يعني خلينا بس نتعرف على المساعد بتاعك انت. انت عرفنا عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بيك. طبعا انت بتطلع مع احمد الحاوي على طول ومعاكم المجنون التالت بتاعكم محمد حسين. طبعا محمد ده الحاوي التاني يعني الناس كلها متنبئه ان ليه مستقبل بس ما يسوقش يعني خلوه ما يسوقش يا اخوان. تسلم لي الشرف ليا. ربنا يبارك فيكم يا رب. وعلى فكره اللي انتم بتعملوه ده خير ان انتم بتمنعوا اذى عن الناس يعني. ربنا يزيدكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب.
استاذ احمد الحاوي، انت مشينا دلوقتي بقى لنا اكتر من 10 دقايق وبتقول لي ان انت مخبي حاجه، انت مخبي ايه؟ شوف انا جاي دلوقتي بالمكنه بتاعتي، ولا معايا عصايه ولا معايا بطرمان ولا معايا اي حاجه، معايا ولا كشاف، اجيب نور الموبايل، طلع نور الموبايل ادور الاقي، اجي امسك التعبان زي ما انت شايف كده، واجي هنا على العبله، تمام، اهو البطرمان اهو، في كل مكان بسيب فيه كده، خلاص انت خلاص. امنت التعبان كده، متفلو 10 كده، ونبدا بقى في ايه الرحله اللي بعد منه، جوله جديده من